أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر هواتفنا. الأرقام اللي تشوفوها بأسفل الشاشة تقدرون تتصلون بأي لحظة من لحظات البرنامج فيما لو لم تتمكنوا من الاتصال. نتمنى أن تراسلنا على الرقم الأخير لبرنامج الواتساب، رسالة مكتوبة أتمنى تكون متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من كتب لنا ومن وين. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام اليوم ملف التجاوزات من قبل أتباع التيار الصدري وسرايا السلام ومتابعتهم لمن يعلق أو لما يعلق بالمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، وما يترتب بعد ذلك من أفعال ترهب المواطنين والأهالي وأمنهم والناس بمنازلهم. اليوم راح نحكي عن أتباع التيار الصدري بكربلة. انتشر مقطع فيديو عن من محافظة كربلة يظهر به العديد من أتباع التابعين مكتب الصدر بالمحافظة يروحون إلى منزل لرجل مسن يهددوه بسبب تعليق كتبه ابنه على منصة الفيسبوك، يدعون بأنه يحتوي هذا التعليق تجاوز على والد مقتدى الصدر. ويظهر بمقطع الفيديو تقريبا 25 شخص يرتدون ملابس سوداء أمام منزل بسيط لمواطن، يصرخون بوجهه ويطالبوه أن يجلب ابنه المواطن عبد المهيمن الكربلائي إلى مقر فوج سرايا السلام في كربلاء حتى يقدم اعتذار مصور للي بدر منه من إساءة بحق مقتدى الصدر ووالده، وفي حال عدم الانصياع فإنه أكو إجراءات سيتم اتخاذها بحقه وبحق ابنه. تعالوا نشوف بالبداية شنو اللي صار ويا المواطن في محافظة كربلاء. من قضاء ليش؟ مشاهدينا الكرام، حتى نقدر نشغل لكم الفيديو لان اكو خلل بالشاشه، فاصل قصير ونرجع لكم. حكينا لكم بالبدايه قبل الفاصل انه اكو مشكله صارت بكربلاء من اتباع التيار الصدري بسبب بوست على منصه فيسبوك كتبه واحد اسمه عبد المهيمن الكربلائي، يقولون اتباع التيار الصدري انه باساءه الى والد مقتدى الصدر. اللي صار هو هذا. ليش ما تنزلون يا ولد؟
السلام عليكم. عجي ابني متجاوب على السيد الشهيد الصدر بتعليق. واحنا بيوم استشهاده. الك من الباكر تجيب ابنك بمقر الفوج يعتذر من عندنا. عم اسمع اسمعني عم اسمعني اسمعني هذا تعليق عم اسمعني خلي اكمل حكي اسمعني خلي اكمل حكي ابنك متجاوز على ابونا محمد الصدر هاي مو اول مره هاي مو اول مره عندك هاي قال له سنتين يتجاوز باكر ما احسب علينا احنا جايين بتوجيه باكر تجيبه وتجي مقر الفوج اي نزل اعتذار اسمع من عندي اسمع بس ورخصتك تجيبه ينزل اعتذار والاعتذار مصور وراح نتخذ به اجراء قانوني تجيبه هو يجي يا عبد المهيمن هذا المتشيخ ابنك المتشيخ ابنك المتشيخ ابنك المتشيخ ما يتجاوز على محمد الصدر محمد الصدر محمد الصدر جبل العراق ضحى بدمه وهو جاي من عند العراق تجيبه باكر ويعتذر نقطة ما عليه هذا بيت المتشيخ عبد المهيمن الكربلائي اللي تجاوز على السيد الشهيد الصدر بيوم استشهاده وهاي ابناء القاعده كلها ما تقبل بالتجاوز محمد الصدر ابونا يجيب ابوه يحتضر وراح نقدم عليه دعوه بالامن الوطني ونتخذ به اجراء قانوني بعيدا عن الحادثه وبعيدا عن اللي يصير تشوفون كميه الاخلاق اللي موجوده بهذا الفيديو قرت عينهم لاهلك على هالتربيه رجال مسن قدامك بعمر ابوك تتعامل وياه بهاي الصوره السؤال اللي ينطرح انت تقدر تعيط على ابوك بهاي الصوره انا اللي اعرفه صوت الانسان لازم ناخ قدام ابوه لانه راح يهيني اذا علي صوتي على ابويا بس بالمقابل باللي دا يصير بالعراق لا يبدو انه العكس يقول له مسحب وجهي ابوسك من راسك والشايب يترجى تمام شفتوا هاي الليله اللي صارت لانه تجاوز من المتشيخ مثل ما هو يقول ثاني يوم طلع بهاي الصوره عبد المهيمن الكربلائي مقطع مصور بمقر قياده العامه لسرايا السلام في محافظه كربلاء اللواء 330 الفوج اول بانف او بخشم مضمد يعني مقتول الاخ هو يقدم اعتذاره للتيار ولزعيم التيار السيد مقتدى الصدر عن الاساءه المزعومه ويتعهد بعدم تكرارها مره ثانيه اريد اسال سؤال هذا التصرف اللي صار من شخص يدعي انه هو زعيم تيار الاصلاح راي لشخص ان كان معك او ضدك وين المقولة اللي تقول انه اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية لكن يبدو انه من المحرم اليوم على العراقيين التكلم عن هؤلاء فهل اصبحوا بمنزلة الآلهة في العراق اليوم هذا السؤال اللي اتمنى اعرف اجابته تعالوا نشوف كل مستثقل اساء صراحة السيد الشهيد قدس سبق الشهيد وإلى الرجلين الطاهرين أقدر الاعتذار التام ونتعهد إن شاء الله تعالى أمام الخالق البارئ عز وجل وأمام المحبين وآل الصدر وأخص بالذكر الأخ خالد شيعة أمير المؤمنين سماحة السيد بن الصدر وإلى كل من تشوقت نفسه وأثارت الحرقة مما تقدم مهدي أو هذه الألفاظ التي حقيقة جعلت مناط للتواصل الاجتماعي وتسببت ربما أذى لمحبين آل الصاد فأقدم كامل الاعتذار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السؤال هم يستحقون يقدم لهم اعتذار وراء اللي صار او اذا هم اللي ضاربيه وهيك اللي مسوين بيه؟ دولة مو بشر، دولة مو محبين. سلب الناس رايهم هذا مو من حق احد نهائيا. علق بتعليق اتجاوز، اكو اساليب قانونيه للتجاوزات، خطا اكو اساليب للتعامل ويا الخطا، اما هذا الاسلوب هذا مو اسلوب لا قانوني ولا انساني ولا بشري ولا ما اقدر اوصفه اي وصف. الوصف الوحيد انهم مع عصابه جوي على ناس شقاوات واخذوا خاوه من المواطن غصبا ما عليك وعلى خلفك تجي يمنا تعتذر من عندنا. هذا اللي صار، جبره والاب ان يجيب ابنه ويمكن هو اللي شاف ابنه هيك اذا يصير بيه اذا هم اللي ضاربيه. الناس لما شافت الفيديوهات ذني وشافت اللي دا يصير علقت على الموضوع. المحامية رند الفواز مركز سرايا السلام لتجميل الأنف بعد شي يريد سامحوه ومسوي له عملية مجانية. سرى لا أشقد حلو مطلعينه وخشمه مكسور وقدام الكل وقدام الدولة ما تدري تضحك تبكي. عباس هاشمي والشخص المتكلم في الفيديو يقول لدينا توجيه، بمعنى هناك أمر من قيادة معينة في سرايا السلام للقيام بهذا الفعل الإرهابي. نسيت أعلق على النقطة، شكرا عباس. محمد كاظم أين القانون بهذا التصرف وأين السيد مقتدى من تصرف هؤلاء؟ لا ثقافة ولا أصول اجتماعية. بعدين هاي السيارات الفارهة مال أي جهة؟ علما كل مقرات الأحزاب يلبسون اللون الأسود كونه مرعب. الأمان مفقود بالعراق ولكن إلى أين المفر؟ سبحان الله. غياث لا تخلوا صوركم الشخصية على الإنترنت خصوصي في بلد لا قانون فيه مثل العراق وسطوة الميليشيات فيه أقوى من سطوة الحكومة. عمر بس سؤال، ليش تفصلون مقتدى عن أفعال أتباعه؟ مو يأتمرون بأمره؟ هسا إحنا نفصل أو نفصل جرائم ميليشيات قيس وهادي ونوري عن أشخاصهم؟ أكيد لا، مقتدى لا يختلف عنهم بشيء. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية وهي المشكلة اللي صارت في محافظة كربلاء بسبب بوست على منصة فيسبوك. كامل من بغداد حياك الله يا كامل. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة أخوي. أستاذ أريد من عندك تصل رقمي للأمن الوطني. أعطي رقمك للأمن الوطني؟ للأمن الوطني وتطيل وزير الداخلية. ليش؟ مناسب لأن يعني عندي ابني شال بندقيته وشال بانزين يريد يحرق بيتي، وهاي واحدة. واثنين لحظة كامل بس اعذرني. نعم. ابنك يريد يرمي على بيتك ويحرق بيتك؟ هاي قبل 3 أشهر. زين ليش؟ هاي واحدة لازم أحكي الحق، هاي قبل 3 أشهر راد يحرق بيتي، وابن اخوي كتب على بيتي مطلوب دم وكتبني بالشحاطه وطلعني من البيت. ليش؟ اقدر اعرف ليش والناس تعرف ليش لو لا؟ اي ابني ماشي بطريق اعوج، مرافقنا وحده صرفوا فلوسه كلهن واجوا كسلوني على مود ياخذون نص الفلوس البيت يطون هي قاعد مرته وجهالي لان مرته تصير اختهم. نعم لان ما بقى حتى ولا دينار. نعم. اخذوا من عندي 30 مليون اللي اصغر من عنده بتحرش بمرته قبل 7 سنين. اريد من وزير الداخلية من الامن الوطني بانه يحققون بهاي. نعم. زين رحت لهم اشتكيت اخ كامل؟ رحت للامن الوطني، رحت للداخلية اشتكيت لو لا؟ رحت لمركز شرطة وقمت دعوة يردون شهود، دورت على شهود. عندي واحد هذا الزغير هيثم يركب وراه هو واخوته يردون يكسلونه، وشرت خطيه شهر انا ما شايفه، لا شايف امه ولا شايفه، لا لا هو شايف امه ولا شايفني الزغير. والشغله وقفت منه حتى انا هسه بعت بيتي 100 متر وقعدت ب 50 متر ما عندي فلوس حتى لكمله، اخذوا مني 30 مليون. اريد الحظ والبخت من التحقيق. نعم. وصلت. اريد من الدولة التحقيق بالصحيح. نعم. واجيب الشهود المختار الموجود بمنطقتي بالخطيب الزراعي هو اللي يعرف قضية ابني من البداية. انا رصيد نعم. شكرا لك اخ كامل. ما راح اعلق على الاتصال بس خلي اخذ هذا الاتصال بعدين اعلق على القضية. ابو عمر من بغداد حياك الله.
حياك الله استاذ فل المحترم، وتحياتي لقناتكم العظيمه والساده المشاهدين الكرام الاعزاء. استاذ أفل، احنا نعرف ان العراق من بعد الاحتلال الامريكي كيف دخلت هاي الاحزاب وتقوت من ضمن ميليشيات وزعماء ميليشيات. كمقتدى الصدر يعتبر احد الميليشيات اللي موجوده بالعراق، وكل زمرته وكل احزابه اللي موجودين عندنا بالمحافظات وكافه يعني احياء بغداد، نعرف انه هاي الزمره اللي هي قتلت بالطائفيه اللي شاركت باحداث العراق يوم من 2005 و2006، يعني باقي على هاي جرائمها، واللي كانت تتكلم عن جرائم حزب البعث، وكانت انه حزب البعث له جرائمه ولا يعني تجاوزات على المواطن. فليش انه هاي التجاوزات اللي كانت اليوم انه هاي الزمره تعيدها؟ ما ظل انه هم ساده وعدهم انه امامه رسول الله، فكيف يعتدون على ناس؟ ما الرسول كان ينسب الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام كان ينسبون، فكيف يعني يعتمدون على هاي الامور انه من شخص ينتقدهم او يحكي عليهم يروحون مجاميع؟ يعني هاي المفروض ان يروحون عليه ويفتهمون من عده سبب. ليش؟ لانه لو كانت هي المفروض سراي السلام او مقتدى الصدر يعني مهتم بالشعب العراقي ويحب الشعب العراقي والى ولائه، وشنو اللي قدمه مقتدى الصدر لابناء الشعب العراقي؟ لانه الشعب العراقي ما يحبه. ليش؟ يعني بس الناس المستفادين من عده، وناس ماخذين عندهم رواتب، وناس يعني نشوف جسارات صارت عندهم، ناس صارت عندهم احوال يعني. فلهذا السبب يقاتلون بنفسهم اي شخص من يحكون عنه عن السيد او ينتقدوه يروحون عليه. ليش؟ هي دائما احنا نعرف كل الاتصالات وشركات اسيسيل وشركه اخونا كلها هي تحت اشرافهم، فيصلون على اي طريق هاتف وعن اي شخص انه يعرفه بالمنطقه. هاي للاسف هاي لو كان انسان زين وانسان عادل، انسان ما تنتقده، بس هو كل العراق يعرفون انه كيف جرامه. يعني ثوره تشرين لما قتلوا ابناء الثوره من المطعم التركي ومحافظتنا بالنجف وكربلاء، كل هاي لهم اسباب. فالمفروض لو عندنا قانون كان يحاسب هاي المجموعه الارهابيه اللي هي دا جاي تقتل بابناء الشعب العراقي. هم خارج القانون، فكيف على الحكومه رئيس الوزراء من يشوف من ابناء شعبه ناس جهه مجهوله ما تحمل السلاح الصحيح اللي تابعه للدوله، كيف تروح تهدي وتروح تطالبهم بالتعذير يعني الاعتذار؟ وكيف انه يسمح لرئيس الوزراء يعني من يشوف هاي صعبه؟ هذه المفروض هذا دوره يعني مكانه يحاسب هاي الميليشيات. فللاسف احنا ما عندنا حكومه تحاسب هاي الميليشيات وتردع هاي الاحزاب، هاي الاحزاب تقوت بوجود هاي الحكومات اللي حكمت العراق. نسال الله ان يخلصنا من هاي الاحزاب. شكرا شكرا لك ابو عمر. ابو علي من الناصريه حياك الله. شلونك مشتاقين؟ شلونك استاذ زيد؟ هلا بيك يا الله يخلي الاذاعه هاي. انا زمان ما فاضك. شلونك حبيبي؟ والله مشتاق لكم هواي يعني. حبيبي تشتاق لك العافيه. تفضل اخويا. اخويا هم ذولا شوفوا جماعه الصدر هم ناس مجرمين، ذولا هم يسترون بالدين، ذولا ناس مجرمين زين والسلابه لا يخافون الله ولا هاي. يعني انا اقول لك نفس الميليشيات هم نفس الميليشيات ميليشيات نوري زين وعمار الحكيم هذا الثورة حبت المرة. نعم. زمرة اخوي هاي الله وكيلك يعني هاي الشعب يعني انا اقول لك ما يقوم عليهم. انا اقول لك من تصير الانتخابات اجوا اليوم طاموا فلوس لو كباب. انا دائما افكر اكو ذولا بيهم يقولون ها ماكو واحد مسؤول زين يعطي فلوس زين. نعم. زين حتى لا تشكل باجي الله وكيلك يعني انا اقول لك الشعب يعني شوفوا الصوت مو بهم بالشعب. الشعب يعني هو يعني يقوم عليهم هم عايشين شوف هالساي الموازنات ماكو كل لهم مو للشعب يعني. هم شوف هسه احنا مو عراقيين وهم العراقيين هسه هم شوف دول سياسيين يعني اللي عنده هويه امريكيه بالإيطالية اللي أديها أستاذ كلهم عندهم جناسي مزدوجة. نعم 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 نعم. ويا هاي المشكلة الأوحد. شكرا شكرا لك أبو علي. هي قضية الجنسية المزدوجة لأنه دا يحتمون بهاي الجناسي. بس أنا عندي تعليق بسيط على أول اتصال اللي هو الأخ كامل من بغداد اللي يقول ابني وابن أخويا ضاربيني
ويردون يحرقون بيتي وماخذين من عندي فلوس لأنه ماشي بطريقة عوج. بس أنا أريد أوجه رسالة لابنه. أكو شغلة لازم تآمن بها كما تدين وتدان. إيش راح تسوي بابوك اليوم؟ جالك باكر أبا يسوي بيك القاط قاطين إذا مو عشرة. وهذا أبوك يا ول. اتقي الله. قمعت قوات مكافحة الشغب بمحافظة النجف عدد من الخريجين الإداريين المتظاهرين أمام مجلس المحافظة أو المطالبين بحقوقهم المشروعة المتمثلة بالتعيين اللي تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والقنابل الصوتية، إضافة عن اعتقال تقريبا 20 متظاهر. وأشارت مصادر صحفية أنه ذول المتظاهرين حافظوا على سلميتهم خلال التظاهرات وأنه كانوا بدأ ينتظرون أي أحد من أعضاء المجلس يستمع لهم ويستمع شكواهم، لكن تفاجأوا بموكب يخرج من المبنى. قاموا باعتراض الموكب، انهالت عليهم القوات الأمنية بالضرب والاعتداء، وكانت هذه هي الطريقة للتعامل ويا هؤلاء. هذا اللي صار وياهم. دول الخريجين الإداريين ما عندهم شيء، هو عندهم مطلب واحد بس، يقول لك احنا صار لنا اكثر من سنة نطلع ونتظاهر، احنا كل اللي نريده انه يستثنونه ويعينونه بوفق القرارات وبوفق التعهدات وبوفق الوعود الحكومية اللي لحد الآن ما صار من عندها اي شيء. احنا جينا نطالب، احنا جينا نريد ننقل شكوانا الى المسؤول، ما حد سمعنا واعتدوا علينا. تعالوا نشوف اللي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا متظاهرين الاداريين، فصارنا اكثر من سنه نطالب حقوقنا، ماكو استجابه. واعدونا اكثر من نائب واكثر من عضو مجلس محافظه، ووعود كلها كاذبه. اليوم يوم الثلاثاء المصادف 14/5 ظهرنا امام مجلس محافظه ساعه 12 مباشره، تم قمع المتظاهرين، بالاضافه الى تم سقوط 4 من عدد المتظاهرين، والان في المستشفى القدون. فمتجمعين لحد الان مطالبين حقوقنا. احنا لا ناهبين ولا سالبين، اكثر نريد حقوقنا. ضربونا واذونا صراحه، واحتقلوا جماعه من عندنا وكسروا موبايلاتنا وطقوا حتى النسوان. واللي يصور ياخذ الموبايل، واللي صار ياخذ الموبايل. 3000 درجه وظيفيه ظلت بالمحافظه النجف، ما رضوا يطوهن استثناء امر المحافظ. امر المحافظ، امر المحافظ، المحافظ ما معطيهم امور، كان ما طلع الشباب وضرب هاي الشباب. 3000 درجه وظيفيه محافظ النجف هو اللي امر بضرب هاي الشباب، لان ابو الشغب ما يطلع ويضرب شاب واقف سلمي اذا ما عنده امر. وكلهم يقولوا احنا ما ضربناكم الا بامر. ضربانه اخي. احنا اداريين جايين نطالب حقنا، حالنا حال اخوتنا التربويين. التربويين اخوتنا خلوا استثناء، احنا اداريين وهاي الفئه من الشباب مهمشه. احنا الدوائر الدوله كلها محتاجه هاي الفئه الاداريه. لحد الان من 2010 عندنا خريجين، لحد هسه احنا 24 ما متعدين. انا يا خريج 2018 انا اداره اعمال، يجيبون ابو التربيه وابو الفنيه وابو المدري شنو يخلوه بالدوار اداري. هاي اداره المرور عينهم من ذولا جدد الشباب. اجيت بالوارده اللي قاعد حاطين بنيه، قلت لها انت شنو؟ قالت والله انا ابتدائي.
الناس لما شافت الخريجين والإداريين دا يعتدون عليهم ويقول لك بأمر، أنا أحب أوجه إلى رؤساء مجالس المحافظات في العراق أنه بما أنه أنتم دا تعطون أوامر بضرب المتظاهرين، أتمنى تأمرون مكافحة الشغب والشرطة أنه يرحون يضربون الشركات المتلكئة، ويرحون يضربون العمال اللي مدى يشتغلون، ويرحون يضربون العمال اللي ينهزمون من الشغل، ويرحون يضربون أي عامل يسخط مشاريع خدمية ساعتها ما تشوفون ولا متظاهر. بنين فاضل، لماذا تقمع المظاهرات السلمية؟ أين حرية الرأي يا يوسف قناوي؟ حوراء علي، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من قام بالاعتداء على المتظاهرين الإداريين. مثنى طوير أبو حارث، هذا الاعتقال والقمع لا يجب نتيجة، المفروض يستمعون لمطالب الناس لأنهم مضطهدين. أسيل الطالقاني، بس أريد أفتهم ليش هذا القمع؟ خوي يطلع ممثل من المجلس، مو هذا المتعارف وكنا نعمل به، وترفع مطالب المتظاهرين إلى الحكومة المركزية وتنحل المشاكل بدون ضرر وإدلال المقابل. السيد محمود الحسيني، هاي الحكومة ما عدا حل بس الاعتداء على الناس الفقرة. أبو صادق الجبوري، والله حكومة فاسدة ومحافظ فاسد وأعضاء المحافظة كذلك. أنا ليس خريج بس والله أموت قهر من أشوف أخوتنا هيك مهمشين، وأنظار النواب وأعضاء المحافظة والمحافظ يباعون وينطون أوامر بقمعهم مع كل الأسف. فكان هذا تعليق الناس على اللي صار بمحافظة النجف. نطلع من النجف ننزل للجنوب ونروح للبصرة. وجه مواطن تساؤل للجهات المختصة والمحافظ الفيديو راح تشوفوه فد شوية، يقول شلون استحوذوا على مهبط طائرات مستشفى الفيحاء؟ شلون قدروا يتجاوزون على الشارع العام؟ وبأي وجه حق يتم أخذ هذه الأراضي؟ خلونا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى السيد محافظ البصرة، إلى السادة أعضاء مجلس المحافظة، إلى السادة أعضاء مجلس النواب شلع قلع، إلى هيئة النزاهة، هاي مستشفى العسكري أمامكم شوفونها. تعالوا ياي، شوفوا هذا البناء، شوفوا هذا الشارع، هذه مدينة الألعاب، الظاهرة دور النواب الضباط يسمونها، هاي بالأصل كانت مطار العسكري لمستشفى العسكري، مستشفى الفيحاء، هذا يسمونه مطار العسكري، مهبط للطائرات سابقا، انوخذ استثمار هسه عليهم بالعافية، ياخذون استثمار عليهم بالعافيه الف عافيه. ايش راح يخلون ما ادري، هذا البناء جاي يشوفونه. تعال عزيزي، الطامه الكبرى وين والكارثه؟ الكارثه هنا، الكارثه يا اخوان، هذا شارع، هذا مثل ما تشاهدون حاط له صبات وحاط له باب، هذا رصيف شوفونه، هذا رصيف باعوله، هذا رصد مجاني لكم، هذا شارع مؤدي الى باعوله ذاك، هذا شارع مؤدي إلى دور نواب الضباط، تطلع منه منطقة كلها كاملة، هذا الشارع هم من وخذ، هسه انتم اخذتوا المطار، الشارع زحفتوا عليه شنو؟ هذا احنا عندنا استفسار، ما نتهم أحد بالفساد ولا شخص شخصية ولا نعرف منه ماخذ استثمار عليه بالعافية، ولكن هذا الشارع أخذتوه سيشتوه شكو، ليش خنقتوا المنطقة؟ المنطقة منين تطلع بعد؟ إلى هيئة النزاهة، يرجى اتخاذ الإجراء اللازم، مدير البلدية، احنا رحنا عندنا مصادرنا الخاصة بالبلدية البصرة قالوا هذا شارع، ومثل ما تشوفون هذا رصيف بعوله، هذا الرصيف، هذا شارع انوخذ وحطه على باب مهبط الطائرات، كله انوخذ استثمار، ما عندنا مشكلة بعد، الشغل معروف هو، ولكن هذا الشارع ليش اخذتوه وحرمتوا العالم من الطلعة من الشارع هذا؟ هذا الشارع لأنه المهبط مال الطائرات، أسا كل بيت لما تبني بيت مو عندك ترك، هذا الشارع هو الترك مال الاستثمار اللي أخذوه، فأخذوا الشارع، الدولة بيش كيلو، يهتمون بدولة، يهتمون بمحرمات، يهتمون بأشياء لا ما يهتمون، هي مالتهم صارت، وهذا اللي دا يصير بالعراق. بس يا هيلة اللي يطلعوا يحكي، لان اتباع السيد راح يجوا ركض مثل اللي صار باول ملف. روح للنجف، احد الناشطين يتحدث عن فساد المسؤولين وقال انه اكو اتفاق بين هيئه الاستثمار والبلديه ومجلس المحافظه على بيع وشراء الاراضي المخصصه بحجه التوزيع الى الفقراء والمساكين،
وتقديم هاي الأراضي إلى مستثمرين حتى يبنون مجمعات سكنية حتى تكون مصدر يدور عليهم فلوس. تعالوا نسمع. اسمع هاي الكارثة الجديدة، هاي الكارثة اللي صار اتفاق ما بين هيئة الاستثمار النجف ومديرية بلدية النجف ومجلس محافظة النجف على أساس ينطون قطع أراضي للمستثمرين، والمستثمر يأخذها على أساس يسوي قطعها وبنيها مجمعات سكنية وينطيها لمن؟ للفقراء والمساكين بأسعار رمزية، مو 400 مليون و500. شوف هنا صار الاتفاق ما بين هاي الثلاث جهات الفاسدة اللي أفسد ما خلق الله بالمحافظة اللي هي هيئة الاستثمار والبلدية ومجلس محافظة وعلى رأس المحافظ. يعني اليوم أنت المواطن أنت الضحية، لأن هذا قاعد يأخذ الأرض ويقطعها ويسويها مجمعات سكنية، لكن بهيئة الاستثمار وبالبلدية وبالمحافظة هي باسمك باعتبار شنو؟ المنفعة المد للمواطن، لكن هي مو ماكو منفعة وإنما خسارة هاي، وإنما قاعد يأخذ باسمك ويبوق باسمك وينهب باسمك. يعني ما اكتفى من النفط وخيرات النفط وخيرات البلد وأموالك وغير أمره، قام يأخذ الدوش يسوي أراضي ويقطعها ويوصلها إلى فد مرحلة بحيث توزع المن للمواطن الفقير. خلي ينتبه الشارع النجفي أو بالأحرى العراق بأكمله. هذا الشيء اللي دا يصير في العراق، استثمارات باسم الفقراء وأراضي تنباق باسم الفقراء، وراها يجي يبيع بمئات الملايين والفقير كل شيء ما محصل. ليش؟ لأنه ما عنده ظهر أو ما عنده بلد، لأنه مو عراقي. يعني ذول المسؤولين ما مفكرين بذول المواطنين. منو ذول المواطنين؟ بيش كيلو مواطنين يمهم؟ يقول لك أهم شيء جيبي يعمر، أرصدتي بالبنوك تكبر، أولادي يعيشون بأرقى الأماكن ويدرسون بأرقى الجامعات ويتعالجون بأرقى المستشفيات، وسنوياً يطلعون يصيفون على شواطئ المالديف وغيرها أكثر من الخفاجي، واللي يشوف كلاواتهم ما لزال تتجاوزات بس على أبو البسطية يركضون. وفايز التمكين يقول كل ساحات النجف الخدمية وغيرها تصادرت واستثمرت وبيعت، وهاشم البياتي صحيح يأخذوها المتنفذين بالأحزاب وبعضها تباع وتستثمر كمولات أو محلات تجارية أو تباع قطع أراضي. أبو جودة البيضاني عفية أحزاب ما بقى شيء بالعراق إلا ونهبوا أو استولوا عليه. مجيد العراقي كلش طبيعي، لعد اللجان الاقتصادية شن هي شغلها. وأبو أنس والله البلدية ما خلت شيء ما باعته، وهي البلدية جهة خدمية لا مسؤولة ولا بإمكانها أنه تغير شيء، جهة خدمية تنفذ الأوامر العليا لمتابعة الخدمات، شوارع، أرصفة، كهرباء، تأثيث شارع، مشاكل منطقة، مجاري، هاي شغلها. أحد الناشطين بمحافظة النجف وجه تساؤل للجهات الحكومية بالمحافظة، يقول من المسؤول عن استثناء قضاء المشخاب وناحية القداسية من مكافحة حشرة اسمها الدوباس بواسطة الطائرة؟ يقول انه هاي الحشرة اكو مخاوف منها لانه تضر المزارع وتضر المزارع والنخيل بشكل اساسي من آفات كبيرة بسبب هاي الحشرة. تعالوا نشوف. من قضاء المشخاب المنكوب نوجه سؤالنا الى اعلى سلطة تنفيذية بالنجف، الى يوسف قناوي ونوابه كرار محبوبة والسيد الجزائري. المشخاب منطقة زراعية لو منطقة صناعية؟ ليش كل المناطق انشملت بالنجف أقضيتها ونواحيها والمشخاب ما انشمل بالطيارة؟ حشرة الدوباس ما تجي للمشخاب؟ ليش؟ هذا نخلنا هذا البلحي والخستاوي والعمراني والشكر، حشرة الدوباس الزراعة من استثنتنا من الطيارة وحقنا. شلون؟ بقرار فني، بقرار إداري، شكلت لجان. مدير زراعة المشخاب اللي جواب منك استاذ سلام، انت الآن مدير الزراعة، الفلاح قال لك ماك حشرة دوباس، انت طلع الشخصيت اخذت لنا خلاص سونار. شلون هذا نخلنا وبساتيننا؟ ها هسه يجوز اني اصوركم من سويسرا. عمي هاي المشخاب احباب المحافظ، مهاوين المحافظ اللي يدافعون عن المحافظ، تقدرون تخابرون المحافظ تقولوا له يترك شارع المدينة؟ قال شارع المدينة، تبلش شارع المدينة، تحفر شارع المدينة. احنا جزء من النجف لو لا؟ عضو مجلس المحافظة
فاضل جابر شنين وفاروق الغزالي، هاي الناس مو انتخبتكم، الناس اللي انتخبتكم ما عتم ناطح السحاب، عتم نخل وعتم أرض. تعالوا اسمعوا خابر مدير زراعة النجف، قلوا له المشخاب ليش استثنيته، الحيدرية والمحاجير والحيرة والمناذرة والعباسية الطيارة تطير عليهم، بالمشخاب ممنوع الطيارة ليش؟ عندنا مضادات أرضية، عندنا صواريخ سترلة توقع الطيارة، من حقنا نسألكم شنو داركم؟ وين النائب جواد عويس؟ وين النائب حميد؟ وين ثناء؟ انت نواب عن الدائرة الجنوبية، المشخاب هويتها الزراعة، حقنا نريده، عم حقنا، لا خلف الله عليكم، عسى ولعل توصل الرسالة إلى النواب النايمين، عسى ولعل. التساؤل الأهم، ليش هذا الإهمال إلى شجرة مباركة هي النخلة؟ ليش هذا الإهمال إلى هذا الشيء اللي كان العراق معتمد عليه لسنوات، واللي العراقيين معتمدين عليه في كثير من الأمور؟ تعرفون أنتم لو تقرؤون أنواع النخيل العراقي وأنواع التمور العراقية قبل عام 2003 راح تتفاجئون بالعدد، العدد بالمئات. أكثر بلد بأنواع وفصائل من التمور بالعالم هو العراق، أجود أنواع النخيل بالعالم هو النخيل العراقي، أجود أنواع التمور بالعالم هي التمور العراقية، أطيب دبس تمر تاكله بحياتك هو الدبس العراقي. ليش هذا الإهمال إلى هاي الشجرة؟ للعلم، أيام الدكتاتورية وأيام النظام البائد العراق كان متربع على عرش تصدير التمور ومنتجات النخل والتمور إلى العالم لأكثر من 30 سنة. فشوفوا العراق في زمن الحرية والديمقراطية ايش صار بيه. أنا بهذا الفيديو بسبب غياب دعم الجهات إلى القطاع الزراعي بشكل عام، عندنا بكربلاء ظروف عصيبة وقاسية نتيجة بروز آفات زراعية، فلاح من قضاء الحسينية اللي تعتبر من أبرز الأماكن لزراعة الحمضيات والفواكه بالمحافظة يشكو من تعرض محاصيل الزراعية إلى آفات وأمراض من دون مكافحة أو حلول حكومية لمعالجة هاي الأمراض والآفات، وأكد أنه هذا الموسم يعتبر موسم صفري بالنسبة إليه. خلونا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي يعني مناشد للناس الشرفاء والخيرين والعدهم غيرة على وطنهم وعلى شعبهم وعلى فلاحهم، ولو الغيرة بعد ماكو ناشد الأخوة الإعلاميين بطلنا بعد ما ناشد سياسي. يعني هاي الحسينية سلة كربلاء الغذائية، فاكهة كربلاء يعني حتى ثمرها يختلف عن كل بلدان الناس. زين هذا المشمش شوفه شلون حالته، هذا المشمش مضروب دودة يسمى دودة إيرانية، يقال دودة إيرانية، ما نعرف هذا المشمش شوفه شلون وضعه. يعني هذا الموسم السنة كله خسارة، كله واقع، الشجر كله تعبان. يعني هاي شوف الشجرة شلون تعبانة، باع المشمش اللي هي أطعم فاكهة. هاي المناشدة إن شاء الله توصل لكل شريف عراقي يشوف هاي الفاكهة. يعني شوف هسه هاي الفاكهة هسه راح أفتحها وشوف المرض اللي موجود اللي بيها. تفضل شوف الوباء، شوف المرض الموجود اللي بيها. عفية إيران حتى دودج مادي، هذا اللي يصير بالعالم. وعدنا حكومة ما شاء الله، وأنا أتوقع ما دام الحكومة سمعت دودة إيرانية يقول لك هاي دودة إيرانية ما نقدر نكافحها، خليها ترتع وتفرح في المحاصيل العراقية. شكوا بها بما أنه إحنا أصبحنا حديقة خلفية لإيران. أحمد يحيى يقول وزارة الزراعة شنو نايمة وين شغلها؟ ليش عندنا وزارة الزراعة؟ أتمنى يعني أسمع في اليوم أكو وزير اسمه زراعة، وزير عفوا للزراعة، نعرف اسمه شكله، يطلع بالتلفزيون يصرح يشوفنا شغلهم، بس نسمع عندنا وزارة. علي اليساري
المكافأة تصير لكل البساتين ليس لبستان واحد فقط، حتى يتم القضاء على جميع الحشرات الضارة. وكل سنة لا أعلم لماذا لا تتم المكافحة ورش المبيدات بواسطة الطائرات الزراعية، هل هي مكلفة؟ ماذا؟ محمد الزوبعي، السلام عليكم. بعض الإخوة المعلقين يقول كافح البستان. أحب أقول أنا كافحت من شهر الواحد لحد الآن حوالي 8 مؤتمرات، يعني كل 15 يوم أكافح والنتيجة خسرانة، ونفس الموضوع وماكو فائدة، لأن المكافحة لازم بالطائرة كل بساتين حسينية في وقت واحد. وأزهر الكربلائي، دمروا كل الثروات الطبيعية التي كانت تدر بالخيرات مما جعلوا العراق يستورد كل شيء من دول الجوار. زيد عمار، أدري إذا المشخاب مستثنى من المشمول، هاي الحكومة راح تخبلنا. وأحمد العبودي، نعم ليش لم تشمل المشخاب بحملة مكافحة حشرة الدوباس؟ أكثر البساتين في المشخاب القادسية وسوق شعلان، وتخيل نخيل كثيف، ليش لم يشمل يا نواب والمشخاب والقادسية؟ فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. مشاهدينا الكرام، قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين سلط الضوء على حملات الإعدام اللي تشنها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني ضد المعتقلين، بالتزامن ويا اتهام منظمات حقوقية بالقضاء في العراق بإصدار أحكام إعدام ظالمة نتيجة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين بالقوة وتحت التعذيب وعلى خلفية تهم تتعلق بإرهاب. وأشاروا أن العدالة في هذا البلد أدخلت الآلاف من الرجال والصبية بطابور الإعدام بعد اعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه وأنواع أخرى من سوء المعاملة. شددوا أنه يتعين على العراق إصلاح المنظومة القضائية، إصدار قانون بشأن الجرائم الدولية، وأكدوا أنه الإرادة السياسية قد تكون غائبة يم الائتلاف الحاكم اللي يضم ميليشيات مسلحة هي اللي تنفذ اللي دا يصير بالسجون. تعالوا نشوف. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. هيمن العدوان الصهيوني اللي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة على شبكات التواصل الاجتماعي، ونددوا المدونين بجرائم الاحتلال المستمرة بحق سكان غزة تحت وسم رفح تستغيث الدولة والنشطاء. الكثير من مقاطع الفيديو، الصور المرعبة لآثار العدوان الإسرائيلي اللي خلف أعداد كبيرة من الضحايا في مدينة رفح. اختارينا لكم بعض التغريدات على منصة اكس. ود، أليس هذا هو الإرهاب؟ أليس هذا هو الإجرام؟ تحت نيران الاحتلال عائلات ومدنيون يهيمون في الأرض، لا يجدون مكانا آمنا يلجؤون إليه. سلاف حليم، إن إغلاق معبر رفح له تأثير كارثي على المنطقة المكتظة بالسكان والتي يبلغ عدد سكانها 1,300,000 نسمة، ويعني الإغلاق عدم السماح بدخول أي طعام أو دواء أو وقود. فايز تميم،
ونود التوضيح أن الاحتلال النازي الإسرائيلي سيطر على كافة معابر قطاع غزة بالدبابات العسكرية منذ نحو أسبوع، ولم يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والأوضاع الإنسانية الصعبة تزداد سوءا وسط صمت الظالمين وعالم المنافق. تامر، في الوقت الذي تتحدث فيه عن شمال قطاع غزة تتقدم الدبابات الإسرائيلية إلى وسط مدينة رفح، الأنظار إلى الشمال والأحداث خطيرة تحدث في رفح، لم تعد عملية محدودة كما سمتها أمريكا وإسرائيل، بل هي تتوسع شيئا فشيئا حتى تنتهي باحتلال رفح بشكل كامل. فكان هاي التغريدة وغيرها على هاشتاغ رفح تستغيث، اختارينا لكم ياها، وأكو العشرات بل المئات من التغريدات الأخرى على هذا الهاشتاغ اللي تصدر منصة إكس لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم انتهت، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم الخميس، انتظرونا، في أمان الله.